على فكره انت غلطانه. غلطانه في ايه؟ ما كانش المفروض تاجلي الهديه لغايه بكره. ليه؟ لان بيقول لك ان المكافاه لازم تبقى سريعه وفوريه. بصي بصي بقى، علم النفس بيقول لك ايه؟ ينبغي عليك يا عصمت عدم تاجيل الهديه حتى لا تدعمي عند الطفل سلوك الالحاح في طلب الهديه. النهارده من بكره مش هتفرق. تعالي هنا، انت تخشي دلوقتي تقولي له انك انت ممكن تتاخري ساعتين ثلاثه، تاخديه تنزلي تجيبي له هديه. يا احسان مش معقول احنا كده نبقى بندلع الولد زياده عن اللزوم. علم النفس اللي عندك بقى بيقول دلعه الولد زياده عن اللزوم. بصي بقى بيقول لك ايه؟ يا عصمت، المكافاه الفوريه هي المفتاح السحري لزياده السلوك الايجابي عند الطفل. مش هقدر اتاخر اكتر من كده. باي باي. ده ايه؟ تعالي هنا، هتسيبيني كده من غير مصروف؟ ايه سايباني طرزان؟ تعالي بس، تعالي بس. بعدين بعدين بعدين. ده ايه؟ بعدين ده ايه يا عصمت؟ لو تعرفوا حالي كنتوا وسيتوني. انت يا استاذ احسان، ممكن افهم انت مقموس مني واخد موقف ليه؟ لا ابدا، لا موقف ولا حاجه، بس المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري، وقربوا تبقوا بصل، تبعدوا تبقوا عسل. كده هو. طب ما المثل برضو بيقول اشتري الجار قبل الدار، وجارك قدامك ووراك ان ما شافش وشك يشوف جفاك. لا بقى، بس المثل بيقول كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات، عاشر عاشر مسيرك تفارق. ايه ده؟ ليه كل ده؟ واخد موقف مني ليه انت واعضاء الجمعيه المنحله بتوعك؟ كل ده عشان خاطر ولاء؟ ولا انت واخد موقف من الستات كلهم؟ بص يا ستي، لا هو موقف ولا حاجه، انما تقدري تقولي كده واخد حذري. اللي تقرصه الحياه من ديلها يخاف، ولا تامل للست اذا صلت، ولا للخيل اذا كلت، ولا للشمس اذا ولت. ايه كل ده؟ وبعدين تعالى هنا يا استاذ، مش عيب عليك تحكم على حد من غير ما تسمع دفاعه؟ يعني تسمع من طرف واحد بس؟ طبعا، ما انت لازم تدافع عن نفسك وتتهميه بكل حاجه، بس انا بقى وكل اعضاء الجمعيه شهود على اللي انت عملتيه. الراجل يا عيني من غلبه سافر ما معوش حتى تمن تذكره الطياره. طبعا، ما هو ياكل خيره ويعبد غيره، واخر المعروف ينضرب بالكفوف، وانا فيك بدادي وانت بتقطع اوتادي. لا بقى يا اخويا وانت الصادق، هو رجع الكويت بعد ما انا اكتشفت انه محوش نص مليون جنيه في بنوك سويسرا ومن غير ما يقولي كمان. نص مليون جنيه استرليني ولا ايه؟ وانت عرفتي ازاي؟ شفت كل الورق اللي يثبت الكلام ده، غير كمان ان هو كان بيخوني، مروحه طويله قوي وشعرها طويل قوي وعينيها سودة وواسعه جدا. وبعدين اول ما طلقني يا احسان سافرت له جري واتجوزها ورماني. ايه ده؟ معقولة؟ يروح يتجوز واحدة حلوة وطويلة وعينيها سودة حلوة وشعرها اسود جميل؟ معقولة؟ ده مجنون اكيد. يا احسان، وقبل وفائي وحبي واخلاصي بالغدر والكراهية والخيانة كمان، ما شالش الجميل ان انا اتحرمت من ولد يملى عليا الدنيا وبيتي. ولقلبك يا احسان، عدم الخلفة كانت منه. انا صدمت، انا اتخدعت. ارجوكي ما تعرفش يا مان،
أول مرة أشوفك بتعيطي كده، امسحي دموعك يا أمال. ولقلبك يا حسين، دي مش آخر مرة هتشوف فيها دموعي. أنا من ساعة ما اكتشفت خيانته وأنا الدمع مش بيسيبني أبدا، ومنين أجيب دمع عينيا؟ لا لا لا، أنا آسف جدا، ما كنتش عارف الموضوع بالشكل ده. صحيح خير ما عملنا والشر جاي منين؟ على العموم دي مسألة شخصية، انت مالكش اي دعوة بيها يا احسان، وده اللي زعلني منك. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني يا اخويا سواء انا ظالمة او مظلومة، جانية او مغني عليا، حق الجيرة مالوش دعوة بالامور الشخصية، صح والله انا غلطانة؟ لا صح، بس انا كان لازم افهم بصرف النظر من اي عبارات انه من قبل ما اقول يا اهلي يكونوا جيراني غتوني، ولولا جارتي لنفعت مرارتي. ايه الامثال اللي انت بتقولها دي؟ انت مش هتبطل بقى؟ جامي. دي حقيقة علمية، انت فاكراني بشنع صح؟ لا 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 لا، انت بتستغلي ان احنا ضعاف وتخفي دمك وبتبالغي. طب ايه رأيك بقى ان انا هجيب لك البحث ده عشان تقريب نفسك وتصدقي؟ البحث ده بقى عن ايه يا استاذة نور؟ سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اي نعم الرئيسة ها، بس احنا جماعة ديمقراطية ومن حق العضوات محاسبتك على التأخير ده. اللي انت مش عارفاه بقى ان انا ديكتاتورية ومش هسمح لك النهاردة بولا كلمة. انت نفسك كده موافقة، بس انا مش هقولك البحث ده فيه يا دكتور. انا عارفة فيه ايه. بيقولوا يا ستي ان دماغ الراجل بتنكمش وبيصغر حجمها اسرع من حجم دماغ الست مع تقدم العمر. صح. مظبوط، وخصوصا في نص الجبهة الامامي من الدماغ. بس قولي لي بقى، انت عرفتي المعلومات دي منين؟ في مجلة العلم والمستقبل اللي صدر عددها الاول النهاردة. مش انتي بس اللي بتقري وبتطلعي يا استاذة نور، ده كمان ثبت علميا ان في ازدياد في حدوث العته الدماغي وفقدان الذاكرة عند الرجالة بالمقارنة بالستات. الحقيقة انا بلاحظ كده من خلال المرضى اللي انا بعالجهم في العيادة. وطبعا النسبة دي زادت بعد قوانين الاحوال الشخصية الجديدة. نبدأ بقى نشوف شغلنا. بعد اذنك يا دكتورة، ده في صميم شغلنا، ممكن بس تسمعيني؟ ايه يا نور، هنرجع تاني للتهريج؟ تصدقي انت بقى شكلك النهاردة هتتحرمي من الجلسة. يا دكتورة افهميني بس، احنا مش سبق واتفقنا ان من ضمن واجبات جمعيتنا ان احنا ناخد بايد الراجل ونساعده ونخرجه من حالة الاحساس بالقهر والدونية دي؟ انت متشفية فيه؟ ايه رأيكم يا جماعة نسمي نور نور متشفية؟ متشفية كده يا أميرة. طيب اوكي يا جماعة افهموني، انا بتكلم جد فعلا، بما اننا جبنا سيرة علوم المستقبل خلوني اوضح لكم وجهة نظر. نور قدامك بس دقيقتين والا. من غير والا انا هقولك، بما ان المرأة هي اللي هتتحكم وتقود في القرن دوت، يبقى من واجبنا ان احنا نعرف الراجل ونطمنه ان العلم هيقف جنبه. ازاي يا نور؟ هقول لحضرتك، بما ان الراجل هو اللي بيقوم بالاعمال المنزلية دي في القرن ده، هيحل محله الانسان الالي، هو اللي هيقوم بكل الواجبات المنزلية. صح، الانسان الالي هينتشر على اوسع نطاق، هيقدم الاكل ويحضر ترابيزة السفرة. الاكل نفسه متوقع ان هو يتحول الى اقراص، اقراص للفواكه واقراص للبروتينات واقراص للرحوم واقراص للخضروات وهكذا وهكذا. ايوه بالظبط، يعني الراجل هيقوم بكل اعماله المنزليه في ساعه واحده، وبعد كده يتفرغ لتربيه الاولاد احسن تربيه. بس في مشكله، ساعتها هيبقى عنده وقت فراغ كبير، ممكن بقى يلعب بيديله مع الجارات ستات البيوت. كفايه بقى كفايه كده يا نور بقى، ما تضيعيش وقتنا اكتر من كده، مش معقول اللي بيحصل ده يا جماعه. اتكتلوا الثلاثه عليا، عملوا رباطيه، الواحده منهم في كل بلوه تلقاها قاعده تقلب فتن لاجل الخراب والشر. مشوا ام العيال ومشي وراها. عملوا ام العيال الفه وام. ايوه هانت عليها العشرة يا باشا، طلعت قليلة القص، مقص أعوج.
هي عملت ايه؟ حكم النساء دول يا باشا مقص اعوج، اللولا عوجته ما كانش يتضم. بس هي عملت ايه يعني عشان تقول عليها اعوج وانضم دي؟ وزت ام العيال انها ترميلي العيال بعد ما جبت لهم التالتة من المهندسين، قالت للتانية تروح الاسم وتقول ان انا بطحتها. قال ايه؟ عايزة تلبسني قضية جناية جنحة. مفيش حاجة اسمها جناية جنحة، يا جناية يا جنحة مخالفة، انا اتعلمنا كده مفهوم؟ وبعدين المهم انت في القسم قلت ايه؟ انت ضربتها؟ تستاهل الضرب فعلا يا باشا، دي بتكره الطيبة، تستاهل. يعني انت ضربتها فعلا؟ ومهما عملت برضك من التالتة يا راجل، دي مطوعة ابليس في فعل النكد والشر. هي عملت ايه بالظبط؟ قعدوا يقولولي ما صدقش لغاية ما شفت بعناية، محدش قالي. شفت ايه؟ مش الاول تقولي قالولك ايه؟ قالولك ايه؟ قالولي عيب تبقى عارف ومديها طناش، هو اللي بيجري في عروقك ده دم ولا مية؟ وانت كنت عارف ايه ومطنش؟ المهم في الرايحة والجاية كل ما عدى عليهم يلسنوا ويجيبوا سيرة الواد ابراهيم صاب الكهربائي. الواد ابراهيم صاب الكهربائي ده عمل ايه؟ وايه علاقته بمراتك التالتة؟ اعترف، انا فاهم كل حاجة احسن لك قول. علي النعمة يا باشا، الواد ابراهيم ده لا كهربائي ولا بيفهم في الكهرباء، لا هو ولا اللوسطة بتاعه. مش ده المهم، انا عايز اعرف بغض النظر عن الحكاية دي، مش مهم كهربائي، انا عايز اعرف عمل ايه. مش هو اللي عمل، هي اللي عملت. هربت معاه بعد ما سرقت مني التاكسي معاه، وهربوا سابوني لوحدي يا باشا. أول ما تمسكوا. مين اللي كان سايق؟ هو. وأول ما تمسكوا خلعتني واتجوزته. هم النساء كده وجودهم أساس الشر، والعقل لو طار يبقى السبب منهم. وكيد النساء إيه؟ غلب كيد الرجال، دي حرفها. لأ، كيد النساء أبو زيد يميل منهم، ولو عنتر ابن شداد يشوف العذاب منهم. ليهم فعل بطال، زالت الجبال منهم. وانسى انسى وديها كهربا تديك ايه؟ تديك طراوة، صح؟ طراوة، الكهربا بتدي طراوة. انت مجنون يا شمس. بقولك ايه يا نور، انا مش عاجباني حالتك اليومين دول، انا رأيي مكنش لازم تجيلي العيادة. ايه ده يا دكتور؟ انا حالة حقيقي بس مش حالة مرضية. ها؟ ايوه، بس مش شايفة يعني ان انقراض الرجالة دي حاجة صعبة شوية؟ لا مش انقراض، تحول. الرجال يتحولون، ده مضمون احدث دراسة كتبها بول سيمون استاذ الفلسفة الفرنسية. بيحكي فيها عن ايه بقى؟ ظهور نوعية جديدة من الرجالة هي اللي هتضع نهاية لحرب الاجناس. طب بقول لك ايه، انا ما عنديش استعداد اضيع وقتي في الكلام عن الرجاله كده، هتاخر عن العياده. يلا بينا. يلا. ايوه يا نور، بس معنى كلامك ده ان المراه في التطور اللي هيحصل هتبقى نموذج كامل للكائن البشري؟ طبعا يا دكتوره، وبعدين ده مش كلامي، دي دراسة مهمة ومثيرة بدأت بالتبشير بيها هوليود عن طريق نجمتها الجميلة أنجيلا جولي. عارفة كده ولا يا دكتور؟ لا معرفش، أصلا أنا مش متابعة السينما الأمريكاني، بحب السينما الهندي. الفاتنة التي لا تقهر، دي آخر صيحات هوليود، يعني المرأة بدل ما تكون جميلة ورقيقة بس، أضافت لمواهبها الأنثوية مواهب أخرى قوية، يعني فنون القتال والحاجات الجامدة دي. يعني عايزة أقولك إن الست دلوقتي ممكن تهزم كل الرجالة. بس معنى كلامك ده يا نور إن قوة الرجالة هتقل، وساعتها بقى هيوجهوا قوتهم ونشاطهم للحب. بالظبط، وهيكتسبوا حنان أنثوي، يعني هم دلوقتي اللي هيحتاجوا للحب في العلاقات العاطفية. كويس قوي. بما إن بقى ده رأيك الشخصي، انا عايز اعرف بقى انت هتعملي ايه بعد ما تأثرتي بالافكار دي؟ هقولك،
ما دام الزمن القادم هو زمن المرأة يعني خلاص ما بقاش في اي داعي للجواز. وانتي ترجي بقى انك تحملي لقب عنس؟ العنوسة بالاختيار ما تعتبرش عنوسة يا دكتورة، وبعدين احنا ممكن نستبدل لقب العنوسة دوت بلقب المرأة المتحررة اللي بتجد قوة في الاستغناء. يعني بدل ما نقول عليكي نور العينس نقول عليكي نور المستغنية. كويس قوي. نور استني لحظة واحدة. بقولك ايه حبيبتي، تعالي مديدي على الشزلونج، شكلي كده محتاجة تتكلمي. واضح ان انتي ما عندكيش زباين النهاردة وعايزة تتسلي عليا. اسفة يا دكتورة، يعني هضطر ان انا احرمك من الرغبة دي. باي باي، النساء قادمون. باي باي يا مستغنية. ايه ده؟ انت لسه ما نمتش؟ مش جايه لي نوم. غمض عينيك وانت يجي لك نوم. طب احكي لي حكاية مجنجة. لا لا لا، مجنجة يا راجل، دي حكاية مفزعة. يعني يعني هتجيب لك رعب. انا بحب الرعب. في حد في الدنيا بحب الرعب؟ طب احكي لي حكاية تانية بس مش رعب. في الحقيقة مفيش حاجة في ذهني دلوقتي. يعني ايه ذهني؟ يعني مفيش حاجة في بالي ممكن احكيها لك. طب فكر. فكر. فكرت. تحب احكي لك حكاية القداحة العجيبة؟ ده عبط ده. ايه ده عيب كده يا ولد. عيب ليه؟ محدش يقول لوالده كده. وانت قلت المس كده عشان بتحكي لنا حكاية الأرنب اللي هو بيتكلم. صح عندك حق، انا اسف. طب احكي لي نكتة. نكتة. طيب بيقول لك واحد جاي يشرب ينسون ام شرب يتذكرون. يعني يتذكرون ده؟ لا يعني مفيش مشروب اسمه يتذكرون، هي نكتة يعني. بايخة، احكي لي حكاية رعب احسن. طيب نام هحكي لك حكاية رعب. مرة ومن الغولة جات لقت ابو رجل مسلوخ، قامت خدته دخلته اوضه الفيران، وهما في اوضه الفيران طلع لهم ال بيناموا على قصص الرعب دلوقتي. ناجي. ايوه يا زوزو. لا مش معقول يا ناجي، بتاكل تاني؟ يا زوزو بفطر يا زوزو. بتفطر؟ ده انت بقالك 3 ايام ما بتعملش حاجه غير انك بتفطر. عايزه ايه؟ بقول لك ايه، فين بقيت الفلوس؟ انت مقدم لي كشف حساب ب2500 وانا مديالك 3000، فين الباقي؟ ايوه يا زوزو، ما هو ال 500 جنيه خدهم الاستاذ منص قطاطا. ايه منص قطاطا ده؟ ايه منص قطاطا ده؟ استاذ منص قطاطا مؤلف الاغاني المشهور اللي عمل لنا تاتو يا تاتو لان عينيا. تاتو يا تاتو؟ منص قطاطا؟ في مؤلف مشهور انه اسمه منص قطاطا؟ هو قطاطا ولا فطاطا؟ قطاطا يا زوزو، قطاطا. ده اللي عمل اغنيه انا مش ترجى ريح ولا دبيح، واللي عمل أغنية الواد كريم والواد لانجو ضيعوا حياتهم في البانجو. بس لو قلت كلام زي ده هو التاني أنا هكرهك يا ناجي. من فضلك، على فكرة أنت اللي خدت الخمسمية جنيه دي. أنا طبعا مش منص قطاطا هو اللي كاتب الكلام التافه ده، تلاقيك أنت. بس أنا هاكلها بمزاجي علشان إحنا قضينا يوم ظريف قوي. يلا خد دي الحاجات اللي هتعملها النهاردة، مشاويرك. تعالوا يا ولاد جنبي حواليا عشان احس بعزوة. وفين فواتير الموبايلات اللي هدفعها؟ هتلاقيهم جوه لما تخش، هتلاقي الفواتير. بس مش هتلاقي فاتورة مدام لولا، ضاعت منها. وهدفعها زادي بقى ان شاء الله. انت بقيت تخين وغبي كمان؟ هتروح الشركة وتسأل على اسمها، هيطلعوا لك الفاتورة بالكمبيوتر. دي عايزة فكاكة يعني. خلاص يا زوزو خلاص. منص قطاطا. الو. بونجور هايدي هانم، وحشاني يا حبيبتي، وحشاني كتير. ازيك؟ ايه يا اخويا، عملت انك صاحبها. دي صاحبتي انا. الو. يا هايدي، وحشاني موت. لا هرجع النهارده، الجو هنا يجنن بس مضطر ارجع. لا امور يا حبيبتي، تحت امرك. لحظه واحده ناجي، مادام هايدي عايزك تروح تجيب لها طوق جلد للكلب بتاعها، بس يكون بفصوص ملونة. مش ممكن. اترزع. حاضر. ممكن، فاهم؟ قالوا لا يا هايدي يا حبيبتي، لا ده احنا بنقول على حاجة تانية خالص.
طبعا هيجيبهولك. ايوه، واول ما هوصل القاهره على طول هتصل بيكي. باي باي يا اموره. ايه هو اللي مش ممكن بس يا سيناجي؟ مالك بقيت كسول كده ليه؟ غبي وكسول يا زوزو. يا زوزو انا مش عارف اجيب منين الاطواق دي. لا لا مش ممكن، ونساي كمان من نفس المحل اللي بيجيب منه اطواق كوكي وفلافي وبيبسي. اخواتك ايه زوزو؟ لا 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 بقيت كسول، كسول خالص وتخين. اتحرك شويه عشان تفشل الشحم اللي على قلبك ده يا زوزو. بقى ما عندكش فكره صاحباتي في النادي بيقولوا عليك ايه؟ ياي ولا جيجي؟ جيجي بيشن عليك تشنيع. يا سلام، بتقول ايه يعني؟ مش هقولك زوزو. طب هقولك، بتقول انها بتظبطك كل يوم بتتخن اكتر من اليوم اللي قبله. انا ايوه، بس انا عايز اسالك سؤال يا ناجي. الراجل المنجد ده هو اللي كتب الاغنيه اللي انت كتبتها بيشتغل منجد تقطاطة ده؟ لا يا زوزو، ده كان سواق ميكروباص وربنا كرمه بعد ما كتب اغنية ما تولعيش الشمعة يما ولا تقعدي ولا يوم في الضلمة. اخرس يا زوزو في ايه؟ اخرس. اوعى تقول لي كلام الركيك ده لحسن اكرام. يلا 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 لما تبقى عندي هيت وامشي عشان نلحق نعمل كل المشاوير. يلا في الضلمة يما. ضلمة ايه؟ يلا امشي. ده قطاطة. قطاطة يا زوزو، قطاطة. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة، بس مناسبة ايه؟ معقولة؟ مش عارف يا امين ايه المناسبة. المفروض يا حبيبي ده يوم ما يتنسيش. فعلا فعلا، ده النهاردة عيد ميلادي مش كده؟ كل سنة وانت طيب يا أمين. طيب. قولي بقى لحبيبي أجيب لك إيه هدية؟ لا فعلاً، ده المفروض النهاردة يوم ما يتنسيش، لأن زي النهاردة اتولد الدكتور أمين حسني. على فكرة إنهاد النهاردة برضو بيوافق يوم ميلاد أيزنشتاين، بيكاسو، بيتهوفن، شابلين وفرويد. نسيت تقول فرويد يا أمين. أنا تعمدت أتجاهله، وانت عارفة السبب. طبعا عارفة يا امين، لانك انت شخصيا تجاوزته. نهاد، انا كتير حذرتك من نبرة السخرية دي. سخرية ايه يا امين؟ انا ما اقصدش اي سخرية. مش انت سبق وقلتلي كده؟ انا ما قلتش كده، انا قلت ان المدارس الحديثة في علم النفس هي اللي تجاوزته مش انا. على العموم يا امين انا سعيدة قوي بتواضعك ده، بس برضو يا حبيبي ما قلتليش اجيب لك هدية ايه. تصوري يا نهاد، من الصدف السعيدة ان زي النهاردة من 35 سنة تخرج الدكتور امين حسني بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف الاولى، وطلع الاول على الدفعة. اما دفعة ايه؟ دفعة جبارة معظمها لهم دكاترة عظام. وهم دول جنبك ايه يا امين؟ دول نجوم، مجرد نجوم صغيرة بتدور حوالين الكوكب الكبير. برضو ما قلتليش يا حبيبي أجيب لك هدية إيه؟ والله بقى إذا كان ولا بد أن هاد حبيبتي، يعني كنت مصممة يعني أنت تجيبيلي هدية في عيد ميلادي، فالمصحة محتاجة جهازين تكييف. جهازين تكييف؟ طب ما أجيب لك عربية أحسن يا أمي. يا صباح الفل يا فنان، يا صباح الفل، يا صباح ال... بيقول لك مرة واحد لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، خلاص خلصت. في مالك؟ ايه اللي حصل؟ انا طلبت منك تقول لي نكت. ايوه طلبت، نحي طلبت مني اقول لك نكت. انا انت مالك لسعت كده فجأة؟ خلاص خلصنا، مديك الضحك يا فنان، فهمت؟ ايوه طيب. ايه إيه؟ مش هاد؟ طب إيه؟ انت ليه عصبك مسكين؟ وانا دلوقتي بس عرفت شعرك بيروح عليه بسرعة من العصبية اللي بيجيلك فجأة دي. لا هفزع شوية على الجنبين دول بقى، هفزع عليهم. ها؟ إيه بس إيه يا أستاذ، الناس ما بتحبش الضحك، احنا بنسبح ضد الطيارة. انا اسمي بطرس، بطرس منقريوس. وحضرتك؟ أهرامات. اسمك أهرامات؟ لتقديس. وبيدلعوك بمنقرة صح؟ أهرامات لتقديس الموت.
40 خمسان ندابة، والعديد ده منصور شعبي أصيل، مش كده يا متر؟ متر؟ نه ده انت فاهم غلط، انا كنت بشتغل. شكلك بيديني ايحاء بانك متر في اوتيل نجمة. نجمة واحدة؟ نجمة واحدة. اليوم 200 مش هيخس عليك حاجة. خليني ما علينا. تفتكر مين اللي عايش في ودان الناس؟ أجيب الريحاني ولا يوسف وحده؟ الطين عبد الوهاب ولا حسن الإمام؟ أنا شخصيا بحب إسماعيل ياسين، خصوصا بقى وهو في الجيش. عريس مراتي بقى دايما. السلام عليكم. استنى بس. الكوميديا في أزمة يا قصه. قصه؟ أنا قصه؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ مش فاهمني إيه اللي حصل؟ نكتة الخلع اللي قلتها لي يا أستاذ، أول ما رسمتها ورئيس التحرير شافها فرح، قفل صفحة الكاريكاتير خالص من المجلة. يا ساتر يا رب ليك، يعني متخيل إن أنا قصده بالذات ورسم النكتة دي عليه، وأنا والله والله ما أعرف إن مراته خلعاه. هو اتخلع؟ أيوه. روح منك لله. اسمع، لو شفتني هنا في القهوة دي ما تسلمش عليا خالص، تاخد بعضك وتمشي. فهمت؟ يا حضرة الصار زق إيه؟ أنا خدت بي... أنا مش حرامي يا عندي مسعد، القهوة على حسابي. يا دكتورة، دي بنت مغرورة وعندها تصور إن أي توجيه من أستاذها يعتبر إهانة لقدرتها العلمية الفذة. بالعكس يا دكتور، حضرتك واخد فكره غلط عن البنت دي. كل ما في الامر انها بنت، انها تلمستك النجيبه واللي لمعت في الصحافه بفضل مساعدتك لها، وتلاقيها اهم واحده في الجمعيه بتاعتك الجديده. الا بالمناسبه يا دكتوره، انتوا عملتوا الجمعيه دي ليه؟ عايزين ايه تاني من الرجاله؟ تدخلوهم الحرام لك ولا تبيعوهم في سوق العبيد؟ بالعكس يا دكتور، احنا عاملين الجمعية دي علشان نحمي الرجال المقهورين من القوانين الجديدة، نحميهم ونقف جنبهم ونرفع من روحهم المعنوية. ما علينا، خلينا في موضوعنا. انا كنت طلبت من الأنسة أميرة انها تشتغل في التفاعلية الرمزية، لكنها مصرة على الاختيار العقلاني، وده موضوع صعب ومتشعب ومعقد، لا يصلح الا لرساله دكتوراه مش ماجستير. ما انت عارف يا دكتوره وانا هقول لك. والله الحقيقه انا فهمت انها بذلت مجهود كبير قوي في تجميع الماده دي، وعندها حماس انها تقبل التحدي وهتشتغل فيه بشكل كويس جدا. ايوه يا سام، بتطلبيني على الموبايل ليه يا سام؟ سبحان الله في طبعك. الله، ما انا اللي في الاخر بدفع الفاتوره يا سامي. اقفلي وانا هطلبك من تليفون الكليه. اعوذ بالله يا سامي يا رب. خلاص يا دكتوره، انا موافق، ده عشان خاطرك، بس اي تقصير هتكون هي المسؤوله. انا كنت عايز اريحها. انا متشكره جدا ليك يا دكتور، واتاكد انها هتكون عند حسن ظن سيادتك. اتمنى. ايوه يا سامي. نعم. يا سلام، وايه بقى المميزات الاضافيه الجديده دي؟ ايه بتقولي؟ ايه جنوط سبور وحامل اكواب؟ عايزه تغيري العربيه يا سامي عشان جنوط سبور وحامل اكواب؟ سبويلر؟ ايه السبويلر ده؟ جناح خلفي. اسمعي يا سامي، انت متجوزه استاذ جامعه مش حرامي جنوك، ومن حظك السيء ان استاذ في علم الاجتماع، لا طب ولا صيدله ولا هندسه. انت عارفه يا ساميه،
أستاذ الطب بيدي الكورس بتاع الدروس الخصوصية بكام؟ عقبال أملتك بعشر تلاف جنيه كتب؟ كتب إيه؟ أنا بطبع كتب من وراك يا سامية، ما آخر مبلغ خدته من الناشر سطيتي عليه وضيعتيه بشكل عجيب. اسمعني يا سامية، اصرفي نظر عن موضوع العربية ده خالص، وإن ما كانش عاجبك اخلعيني اخلعيني. انتهت المكالمة. أعوذ بالله، اللهم نسألك الجنة بغير حساب. مطلوب كاشير وسائقين ومندوب دعاية من الجنسين. شركة تطريز تطلب مساعدين تطريز. تطريز ميكانيكي وتباع، بائعين لغة ألماني. لغة ألماني؟ أيضا لغة ألماني. جود النهر، جود الباركينج، محل مجوهرات بالغردقة. ازاي يا بطرس افندي؟ العذاب امراه والجحيم زوجه والشيطان تلميذ زوزو، واليوم باين من اوله. في ايه يا ناجي يا ابني مالك؟ تصور يا بطرس افندي، مشغلالي مرمطون ليها ولاصحابها من الساعه 6 الصبح، عمال اطلع في رخص عربيات واصرف شيكات من البنوك وادفع فواتير الموبايلات واشتراكات النوادي واحجز لعيادات دكاتره وكفرات. دي عيشه ايدي. صدقني يا ناجي كلام امانه، انا بيحزنني جدا ان اشوف شاب زيك بالياس والتشاؤم اللي انت فيه. يا ناجي الحياه جميله والحب هو مفتاح السعاده، انت الظاهر ما جربتش الحب الحقيقي يا ناجي. نعم. حب؟ حب ايه؟ الحب يا ناجي يا ابني هو الشمس اللي بتنور الرحمه. دور على الشمس اللي انت مخبيها جواك اذا كنت فعلا جاد في الاستمتاع بكنوز المرأة. مش ممكن، انت بتقول ايه يا بطرس افندي؟ ناجي انا في الاول كنت متصور ان اليس مراتي دي هي مصنع الكراهية، هي صاحبة براءة اختراع النكد في العالم، هي الشر في الكون. لكن صدقني كلام امانة، بمجرد ان مشاعرها اتحركت ناحيتي لقيت الضباب زال والجليد زاب والحب لون الخدين بلون الورد، فزرعت حياتي شجر ونورت ليلي نور. أليس؟ تصور أليس قالت لي ايه يا ناجي النهاردة؟ قالت لي احبك. هي عينيها يعني مش بس أليس قالت لي أحبك وأكره أن نتوقف عن حبنا ولو لساعة واحدة ولو للحظة واحدة، فكل الأجازات في الحب وهم والرحيل بلا فائدة، ففي جبهة الحب لا يستريح المحارب، وفي ثورة الحب لا تستريح المراكب. مين اللي قالت لك كده؟ أليس. أنا كمان ما سكتش، عواطفي اتحركت، لقيت لساني بيتكلم، رديت عليها قلت لها أليس أنا كمان أحبك، أحبك جدا وأكره أي نهار يصادر وجهك مني وأرفض ألا تكوني أمامي وألا تنامي بهب عيني، وأخشى أن يسرق الوقت منا فيسقط بعض الأنوثة منك ويسقط بعض الشعر مني. انت شاعر وأليس أنثى؟ أنثى رقيقة بتسكن في العينين كسرب حمام، وأنا بكون
كعصفور خائف بين بساتين أهدابها. عارف يا نادي أنا خايف من إيه؟ مالك؟ أنت عملت بحلق فيها كده ليه؟ أنت مسامعني ولا إيه؟ لا أنا خايف أخدش عواطفها الرقيقة وأجرح مشاعرها النبيلة وأضيع حلمها الكبير فيا وأنا لاقيش وظيفة يا نادي. ممكن النادي تساعدني وتدور معايا على وظيفة مناسبة ليها؟ بسيطة موجودة. حقيقي حقيقي يا ناجي عندك وظيفة؟ الحقني بيها وحياة والدك وجميلك ده هيفضل على راسي، مش هنزله من على راسي أبدا، إن شاء الله يقطم رقبتي. إمتى ابن حلال يا بدروس أفندي؟ في واحدة صاحبة زوزو مراتي طالبة مني بوبي سيتر. بوبي سيتر؟ يا ناجي ده أنا كنت بحلم بال... أنت قلت إيه؟ انا ما عنديش اي خبره بموضوع الكلاب ده خالص. لا اوعى تفهمها كده، انا عايزك تفهمها ان دي وظيفتك الوحيده في الحياه. يا فالح يا فالح ما هتكشفني، انت مش قلت انها هتعمل لي انترفيو؟ يا سيدي ما تقلقش، هما ثلاث اسئله ما لهمش غير ثلاث اجابات، انا هكون معاك وهساعدك ما تخافش. ربنا يستر يا ناجي. طب ما تقول كده السؤال الاول. بص يا سيدي هتسألك عن آخر كلب اشتغلت معاه كان ايه؟ ما انا ما اشتغلتش مع كلب يا اخي. انا هقول لك يعني المفروض ايوه هتقول لها يا هانم انا آخر كلب اشتغلت معاه كان ألزيشن. اسمه ايه؟ ألزيشن. ايه ألزيشن ده؟ ألزيشن يا بطرس افندي ده نوع اسمه جيرمان شيفرد. انت بتعقدها والسؤال ده اجباري ولا ممكن اختار سؤال تاني؟ يا بطرس افندي لا هتسالك ولازم تجاوب. هتقول لها ألزيشن ده ألزيشن 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 من سلاله المانيه اسمها جيرمان شيبرد. سهله ألزيشن وجيرمان شيبرد. جيرمان شيبرد شيبرد ايه؟ شيبرد شيبرد ايوه. طب انا ممكن اتصرف احسن من كده، انا ممكن اقول لها يا هانم الكلاب دي متاصله لان جدودها خدموا في القصور مع البشوات مش مع الناس العادية، يعني كلاب متأثرة مش ولاد شوارع، لا دول ولاد ناس. ولاد ناس ايه؟ ولاد ناس ايه؟ غلط، لأن جيرمان شيبرد ده ما حصلش فيهم أي تدخل إنساني، فهمت؟ أيوة فهمت، فهمت خلاص. الله ما أنت مثقف قوي يا ناجي، أمال أنت خيبان كده ليه؟ والله أنت خيبان قوي. أنا خيبان. قلت لي اسمك ايه؟ بطرس منقريوس يا هانم. استاذ بطرس منقريوس يا هانم. ايوه منقريوس. الكلب اللي عند حضرتك نوعه ايه؟ كلب؟ كلب؟ هو الحقيقه يا هانم انا شخصيا ما عنديش كلاب. اصل انا من الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه؟ بتهيألي سمعت حاجه زي كده. ايوه يا هانم. الطبقة المتوسطة ما هو سعادتك عارفة ان المجتمع بيبقى فيه ثلاثة طبقة. ثلاث طبقات سرير طبقة. أيوة. الطبقة العليا اللي هي مترفهة دول اللي هم بيقتنوا الكلاب ويمتلكوهم ويحبوهم ويدلعوهم ويدللوهم. ايوة 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 دي الطبقة بتاعتنا احنا. بالضبط يا هانم. في بقى كمان عكس الطبقة دي. اتفضل. متشكر يا هانم. عكس الطبقة اللي هي مترفهة في الطبقة المتدنية. الطبقة المتدنية دي بقى ما لهاش دعوة بالكلاب لأنهم عايشين معاهم على طول. حرام. في بين الطبقتين الطبقة المتوسطة اللي أنا منها دي ما لهاش علاقة بحكاية الكلاب دي. بس ده ما يمنعش إن مستر بطرس عنده خبرة كبيرة قوي في المجال ده. خبرة؟ إيه ده إيه ده؟ لا عفوا ده أنا بوبي سيتر محترف. بوبي سيتر ما حصلتش وانا ما بتكلمش اي كلام، انا شهاداتي وجوائزي تقول الخبره كلها. سعادتك دي دبلوم في تربيه ونشئه الكلاب، ده من المانيا وده بكالوريوس من امريكا، المسائل دي كلها موجوده. مش ان شاء الله سعادتك هتنبسط قوي وسعادته كمان هينبسط قوي. دي بدي دي 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 اختي جميله تاما. انت اسمك ايه؟ لا 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 دي مش انت ده انت. انت تقول له انت اسمك ايه؟ يقول لك انا اسمي روكي والتاني اسمه عنتر. ايوه ايوه مظبوط. روكي من سلاله الشيواوا.
أيوة. عنتر بقى دانوا. ايوه يا سيما دي حاجات معروفه. انتوا يا جماعه انا اسف انتوا بتمتحنوني دانوا وشيرازي وكشمير وعجمي وده في كمان نوع الكلمه الصغير ده الكريم اللي هو بيتحط دي كلها حاجات معروفه خالص. هو النوع ده بيبقى شرس بس وافي مخلص مخلص جدا وبس عيبه انه عصبي شويه قصدي مش عصبي يعني هو بيبقى مجنون شويه. لا هو مش مجنون شويه هو مجنون كتير قوي قوي مجنون خالص خالص خالص. بقول لك ايه تقدر تقول لي السلاله دي اشتهرت سنه كام؟ اشتهرت سنه يا جماعة أنا مكسوف لأن حاسس إن أنتوا بتمتحنوني. اشتهرت سنة اشتهرت بعد عرض فيلم عصابة الكلاب في السبعينيات. فانتاستيك يا ربي مش ممكن. لا 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 أنت عبقري كلاب أنت تجنن يا برافو برافو عليك. طيب بقى والشيواوا شيواوا تاني يا هاني شيواوا تاني بتمتحنوني شيواوا شيواوا عيلة واوا دي عيلة كبيرة قوي في اليابان شيواوا كوكواوا سوسواوا ميمي واوا ده ميمي واوا ده يوم ما ينزل في الشارع يقطع الطريق خالص ميمي واوا ده دي عيلة متأصلة وهو ده نوع بيبقى ذكي ودمه خفيف وابن نكتة وحاضر البديهة يعني ممكن يقول نكتة يقول لك نمل شفيق يعني كده ولد فهلاوي قوي بس عيبه برضو عصبي شوية. لا مش عصبي شوية عصبي كتير قوي 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 وزي ما انت بتقول بيقدر النكتة قوي قوي عليه ضحكة تجنن لما يكون مبسوط. وبعدين انا كنت عايز اسألك سؤال بس يا ريت يا ريت ربنا يقدرك بقى وترد عليا وتعرف الرد ايه. البيبي واوا اول ما يتولد يبقى تمنه كام؟ البيبي واوا البيبي واوا لا ده البيبي واوا ده المولود بيبقى له سعر اللي بعد شهر بيبقى له سعر يعني لانه بتاع 2000 جنيه مش جامي بالظبط 2000 جنيه جامي نو جامي جامي بطرس افندي لا يا حبيبي انت بتتكلم عن الشيواوا تجميع هنا المحلي لكن اما بتولد بره مستورد يعني تمنه بيبقى عالي قوي قوي قوي. طب ساعتك قولي لي ان هو جاي من بره انا افتكرته متجمع عندنا في شبرا. لا لا ده كده يبقى مش اقل من 2500-3000 دولار دولار. انا مبسوطه منك قوي قوي يا بطرس افندي وخلاص وافقت على تعيينك ممكن تستلم الشغل ان شاء الله من بكره. الف الف مبروك نهني انفسنا وتشكر. ما تنساش اللي اتفقنا عليه يا اخي يا اخي ما تنقش ما تشوف فلوس دخلت ايه يبقى اتكلم. انتوا البرطمه تقولوا ايه؟ بيوصيني على سعادتك يا هانم. وان شاء الله المواعيد العمل ازاي؟ أشوف يا سيدي هي مواعيد العمل من الساعة 8 صباحا ل8 مساء وانت بقى وفي ساعة بريك في النص يعني عشان هم بيرتاحوا في الساعة دي وحديك 50 جنيه كل يوم ده غير الحوافر. حوافر الحوافز الحوافز أيوة, يعني. ايوه 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 الحوافز انا دايما النقط بتقع مني. انا تحت امرك يا هانم تحت امرك وان شاء الله هتنبسطي انت وسيادته هتنبسطوا. طب ممكن استاذن ساعتك؟ لا لسه انا كمان كنت عايزه اقول لك ان السكرتير بتاعي ان شاء الله بكره هيسلمك الفايل بتاعهم في كل حاجه عنهم تاريخ حياتهم كله عاداتهم تقاليدهم مواعيد الدكاتره بتاعتهم دكتور الاسنان دكتور الباطن عندك كمان مواعيد الكوافير ومواعيد المانيكير والبيديكير. انت هتبقى مسؤول عن كل حاجه هتفسحهم كمان انت هتبقى مسؤول انك تحميهم مسؤول كمان على لما يحبوا يعملوا يعني دي بالذات معروفه يا فندم لان رفعه الرجل بتبين على طول اجري بيه على طول. ايوه بس يا روكي ما بيعرفش يرفع رجله لوحده لازم تساعده. حاضر انا ابقى ارفعه واجري بيه على طول. تحت امرك يا هاني ممكن استاذن بقى؟ لا ما انت معقوله تمشي بغير ما تتعرف عليه؟ انا اروح له يا استاذ هاني والله ما يتعب نفسه قولي لي ساعتك هو فين وانا اروح لغايه عنده اسلم عليه. لا 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 خليك انت يا بطرس افندي وهو هيجي. عنتر عنتر.
عطر.